وي ار اكبر مستثمر مؤسسي في البلد، واحنا فعلا اكبر مجموعه ماليه غير مصرفيه في مصر. بص انا برضو هرجع واقول لك زي ما قلت في المره الاولانيه، الاجابه التقليديه هي الاجابه الصح، يعني اللي طبعا الكل بيقولها، الديفنسيف سيكتورز بكل تاكيد هي المطمح والمطمع في هذا الوقت، وهي دايما هي اسمها كده عشان كده، يعني ما سموهاش كده علشان مجازا ولا